مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. مغنية الراي شابة صباح، وبعد أن أعلنت انفصالها من مغني الشاب رامي التائب حالياً، تفاجأت من تلقي مئات عروض زواج على حسابها الرسمي في السوشيال ميديا. ويذكر أن صباح لها ابن من الشاب رامي. صباح على خطى المغنية وردة شغلموتي، فهي في وقت سابق أعلنت عن انفصالها من زوجها وانهالت عليها عروض زواج من داخل الوطن وخارجه. متابعو صباح ورامي قد تحسروا على انتهاء علاقتهم بهذا الشكل، وقد اعتبروا أن ابنهم الصغير سيكون ضحية هذه العلاقة، متأملين أن يعودوا إلى بعضهم البعض. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.